صباحية طيبة لكم مشاهدي التغيير أينما كنتم. حلقة جديدة من بلا عنوان. بلا عنوان، ومن خلال جولاتنا وحلقاتنا السابقة نتجول بين الناس في الأسواق وحتى في المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية اللي تنجز معاملات الناس. مناشدات عديدة يمكن تستفسر، نلتقي بهم الناس يستفسرون عن أمور الأحوال المدنية وأصدار الهويات وحتى إنجاز المعاملات المتعلقة بموضوع الأخطاء في الهويات أو الأسماء أو الأخطاء في الألقاب أو تغيير هذه الأمور. اليوم راح نتعرف على مديرية أحوال الجنسية، هذه اللي هي مسؤولة عن كل هذه التفاصيل. هذه المديرية طبعا هي اللي كان موقعها سابقا في شارع الرشيد، يعني قبل أشهر أو قبل سنة يمكن كانت في شارع الرشيد، وبسبب أحداث التظاهرات انتقلت إلى منطقة الأعظمية قرب ساحة عنتر، يعني هذا مجمع الدوائر اللي تابع لوزارة الداخلية. فراح نكون داخل هذه الدائرة حتى نتعرف على المعاملات اللي تنجز داخل الدائرة ونشوف أيضا ملاحظات الناس، ملاحظات المواطن. إذن احنا في مديرية شؤون الأحوال المدنية، هذه هي الدائرة. طبعا هي قريبة على مديرية الأحوال المدنية أيضا للأعظمية، البطاقة الوطنية مال الأعظمية، فهي في مجمع واحد. لذلك احنا نحاول اليوم نكون قريبين على الناس في متابعة إنجاز المعاملات، وبنفس الوقت أيضا راح نتعرف من المسؤول ومدير الدائرة عن تفاصيل الأقسام اللي موجودة في هذه الدائرة وطريقة إنجاز المعاملات وما هي المعاملات التي تنجز. لذلك احنا هذه هي الاستعلامات، طبعا مشغلين أجهزة موضوع التعفير والتعقيم. السلام عليكم، شلونكم؟ يلا قسم الاستعلامات واستقبال المواطنين، طبعا اكو يعني اكو اعداد من المراجعين. السلام عليكم، شلون؟ طبعا احنا بدايه بدنا نشوف انه يعني اكو فد نوع من التنظيم، موجود عدد من الضباط والموظفين لاداره شؤون هذه المراجعات. الرائد علاء، السلام عليكم. السلام. اول شيء عرف المشاهد بحضرتك. كل الرائد علاء، باقي اداره متابعه مديريه شؤون الاحوال. نعم، تشرفنا بحضرتك. احنا نريد بداية نلتقي بالناس نشوف شنو عندهم، فأريد نبذة سريعة عن هاي المكاتب، يعني بس هاي البناية عندكم؟ اي نعم، هاي الموقع البديل لمديرية شؤون الأحوال المدنية. نعم، شنو عندكم الأقسام المهمة؟ تدقيق يعني بشكل مختصر حتى بعدين نتوسع فيها. واقعة، تدقيق سجلات القيود القديمة، ترجمة. نعم. والمايكروفيلم والحسابات. نعم، إذا احنا راح نكون مستمرين مع سيد الرائد علاء وكذلك سيد العميد مدير الدائرة عميد عماد حتى نتعرف أكثر على إجراءات العمل في هذه الدائرة ونشوف أيضا المواطنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شنو عندك اليوم؟ يعني عندي معاملة مال ترجمة. نعم. والمعاملة يعني ما تأخرت نص ساعة والأسلوب كله زين. حلو. يعني الحمد لله والشكر كملت. الحمد لله والشكر. ترجمة إنه جهاز السفر. غرض السفر. نعم. يعني ترجمة صورة قيد أو. نعم، صورة قيد. نعم. إذا حتى موضوع الترجمة. نعم. لصورة القيد أو المستمسكات تكون معتمدة من هذه الدائرة. الأختام طبعا هي هنا يمكن الأختام الداخلية اللي معتمدة بالخارج. أكيد. نعم. نعم. طبعا هاي كلها الأختام. كلها النساء. نعم. هاي كلها معتمد عليها. نعم. الإجراءات شلون شفتها؟ أنت أول شيء صدرت صورة القيد منين؟ من الكرخ، من المنصور. نعم. وجاء ودزوني هنا والحمد لله والشكر ماكو شيء، الامور كلها طبيعيه سريعه. سريعه كلش زين. سياده الرائد، هنا نسال سؤال الاخ من الكرخ. نعم. انتم كل بغداد؟ صوره القيد المترجمه تخص بغداد كلها، كرخ ومصافه. يعني من اي مديريه من اي دائره؟ نعم، باي دائره. والمحافظات على المحافظات. نعم، شكرا لك. شكرا. اذا احنا راح نبقى مستمرين نحاول انه نتحدث ويا الناس ونشوف اللي عنده معامله، اللي عنده شيء متاخر ممكن ايضا نشوف اذا عندهم شيء. السلام عليكم، شلونك؟ يعني خليك مستريح. شنو عندك اليوم؟ والله صوره قيد الاطفال. للاطفال شلون الاجراءات؟ والله إجراءات. بدون مجامله، احنا نريد اذا عندك شيء ايجابي نقوله، عندنا شيء ملاحظه نقوله. لا والله كل السير الاجراءات جيده والحمد لله ما في. ايش منتظر هسه حاليا؟ فقط قال لي دقق الارقام والاسماء والهذي. بالتدقيق. اي يعني ماشي الامور كل السير، ما صار لي ربع ساعه هنا. حلو، خلص. يعني احنا نحب دائما نكون قريبين على الناس، ننقل صوتهم اذا كان ايجابي او كان عنده ملاحظه او عنده انتقاد، بالنهايه هو لتصحيح مسار كل العمليه اللي عمليه انجاز المعاملات هنا.
كل المسؤولين في وزارة الداخلية وكل الدوائر اللي التقينا بها احنا وصورنا بها حلقاتنا، دائما احنا نكون يعني قريبين على الجهة الرسمية اللي او المؤسسة، وايضا نكون قريبين ايضا على المواطن. لذلك احنا يهمنا دائما انه يكون المواطن هو رأيي الاول. السلام عليكم. شلون الله بركاته. وعليكم السلام. عرف المشاهد بحضرتك بدايه. العميد جهاد محمد عبد الله مدير قسم القيود القديمه في كليه شؤون الاحوال المدنيه. تشرفنا بحضرتك. الله يحفظك. زين، بالنسبه اختصاص عملك انت؟ اختصاص عملنا تزويد دوائر الاحوال المدنيه بقيود عام 47 لغرض اجراء تصحيحات على قيود المواطنين عام 57 من ناحيه الاسم، اللقب، المواليد، تصحيحات بعض الايضاحات القيديه، تزويد المحاكم بصور قيود للمتوفين قبل 57 لغرض الامور الارثيه والنزاعات الملكيه وما شابه، وكافه استفسارات دوائر الدوله. زين، هذه المعاملات لازم تزال يعني عندك زخم بيها، لو شويه شويه بدات تتلاشى باعتبار انه 47 بالضبط. بالضبط، يعني بتقادم الزمن تعرف بدات الامور تنحل، وبدا القيد المواطني يصحح، فبعد بتلتج انها الاشخاص اللي سبق وان شلون يسجلوا قبل 57. نعم. اللي ما لحقوا على 57 ل 47. زين، انتم بهاي الحاله تعتمدون على الهوية القديمة لو على بالضبط. البطاقة الموحدة. نطالب المواطن، طالب المواطن بتقديم دفتر نفوذ لعام 47 أو 34. هذا من يجيبه؟ هذا عن طريق هو نفوذ الأمور الموجودة عندهم بالبيت، قيد ال 47 مالته، مال والده، مال جده، ونبات احنا على البحث المناطقي، يعني يقول لنا عنواني أنا بفلان مكان، شنيت ساكن بفلان مكان، حاول عثر عليه لغرض تسهيل أمره. نعم نعم. عاش إيديكم، احنا نشكرك. الله يبارك فيك. شكرا سيادة العميد. شكرا. هلا عم، شلونك حبيبي؟ هلا يابا. انا المدعو علي صياحاني من محافظه المثنى. تشرفني. صار لي ساعه ما اخروني ونعمه من الله، وغيرت اللقب ورايعك. اها، والحمد لله. عندك تغيير لقب؟ ها، تغيير لقب بس عندك. اللقب بس، اللقب وغيروا لي اللقب والحمد لله. الامور سهله. ما. احنا حتى المشاهد هم يستفيد من هاي النقطه. إيه. شنو كان عندك خطا باللقب اصلا؟ خطا من شنابره الى شنايره مسوينه. اها، يعني احنا شنابره سوينا شنايره. أه. هسه طلعنا السجن الاساسي. زين. طلع شنابره. سؤال هنا، انت عندك الجنسيه القديمه ولا البطاقه الموحده؟ لا، القديمه مالت ابوي. أه. مالت ابوي وجدي. ايه، بال 57 هياها طلعها لك تريد؟ نعم. لا لا لا، بس ايه؟ احنا بدنا نسال انه ايه؟ الخطا بخط الايد بالكتابه. ايه، الخطا بس باللقب. بس باللقب؟ نعم. باللقب شنايره مسوينه. نعم. احنا شنابره. نعم. ايه، وهاي السنوات كلش عجب ما راجعت حتى تغير اللقب، ليش هسه؟ رجعنا يعني؟ احنا ما رجعنا، طلع جناسي اطفالنا بالمدارس. ايه؟ جبناه لنا يقول لقبكم شنايره، احنا جناسينا وجناسي ابانا. آه. شنابره صارت. شوف صار اختلاف. هذا الاختلاف السيئات ما قصروا لي. نعم. صار لي ساعه كملون الكتاب والحمد لله. ممتاز، شكرا. آه؟ لك عمي، شكرا. رحم الله والديك. توصل للسماء على قناتكم الموقرة. شكرا، ربي يحفظك. ان شاء الله. رحم الله والديك. شكرا لك. اذا هذا الموضوع، موضوع الاخطاء اللي كانت موجوده الاملائيه في الهويات القديمه اللي هي مكتوبه بخط اليد، هذه اليوم بدأت شوية شوية تتعالج، يعني خصوصا مع إصدار البطاقة الموحدة الإلكترونية واللي هي ما تقبل خطأ يعني بالطباعة. فلذلك شوية شوية بدأت الأمور تتصلح، يعني إذا كان أكو يعني أكو أي مشكلة. طبعا المراجع هنا لدي شيء بالدائرة، وده نشوف إحنا يعني أكو تعاون من قبل الدائرة نفسها أو موظفيها. السلام عليكم. سيادة العميد عماد مدير الدائرة، عرف المشاهد بدايه حضرتك. العميد عماد عدنان مدير مديريه شؤون الاحوال المدنيه. دائرتنا تتضمن عده اقسام. نعم. منها قسم الواقعات، قسم تدقيق السجلات. نعم. احنا خلينا يمكن نطلع برا افضل. اي جوله. ماشي. احنا نريد نعرف قسم قسم، مثلا الواقعات شنو اختصاصه؟ قسم الواقعات. نعم. يختص. نعم. احنا من الموصل جايين. نعم. اعطوني 9-7 حراجة. نعم. يعني اخطاء بالسجلات من غادر سبب اخطاء هم. نعم. وهسه رجعوني 9-7 لازم ارجع. 21-6 هاي لي كنا. نعم. هذا الكتاب. اعطوني موعد 9-7 ارجع. شنو عندك انت تصحيح؟ عندنا اخطاء بالسجلات. نعم. شطب وخلونا واروح تعال. نعم. اللجان مالتنا طلعت للموصل. نعم. تطلع عندنا لجان من قسم تدقيق السجلات. نعم. تقوم بتدقيق المعاملات قبل ادخالها نظام البطاقه الوطنيه. نعم. تقوم بتدقيق اي قيد باشكال او مخالفه، يتم يعني وضع اشاره احترازيه ازاء القيد. نعم.
بعدم اجراء المعامله لحين ما ازاله المخالفه بعد مراجعه المواطن. فالاخ حايل لنا اياه تاريخ 21/6. هاي تتطلب مطالعه نسويها للسيد المدير العام، نرفع اشاره التجميد الموضوع على قيده بعد ان يكون القيد مات مستفد الشروط القانونيه. فالمواطن هاي تنطبق يمكن فقط على المحافظات اللي كان بها اشكالات امنيه يعني، لو كل المحافظات. احنا لجاننا تطلع تدقق المحافظات، عمل دوار الاحوال بجميع المحافظات. فشكو مخالفات نتخذ اجراءات قانونيه بها، نستوقف القيد لحين التاكد من قانونيه القيد، تقديم المستمسكات الثبوتيه اللي تثبت مشروعيه القيد، ونسوي مطالعه للسيد المدير العام حصرا على مود يصدر امر برفع اشاره الاحترازيه. بس بهاي الحاله راح يكون اكو مطالعه، هاي تندرس من قبل قسم التدقيق المدققين مالتنا، وفي حاله استيفاء للشروط القانونيه تنظم بها مطالعه للسيد المدير العام، نطلب بها رفع التجميد على القيد. يعني اذا هذا يعني هاي معامله روتينيه تعتبر يعني. نعم. عندكم هيك معاملات؟ هواي معاملات كثير، هواي معاملات. فهاي المعاملة أسبوع، خلال أسبوع إن شاء الله يراجعنا. خلي يتطلب الموضوع أسبوع يعني؟ شو اللي يتطلب الأسبوع؟ مو إحنا ساي أكو، مو بس هاي المعاملة، عدة معاملات أكو تدقق، فتدخل ضمن السر التدقيق. ورا ما تدقق ندزها بالبريد الرسمي للسيد المدير العام. مدير العام قبل ما تدخل له أكو دائرة قانونية تدقق الإجراءات كلها، يلا تدخل المدير العام لضمان سلامة المعاملة وسلامة يعني انه ما يصير بها اي خطأ يعني، لذلك تاخذ يمكن هذه السلسلة يعني. اي نعم نعم نعم. اذا يعني خل نشوف الحاج بعد انتم توجيهكم له. ان شاء الله اسبوع. نعم. بلغ مدير قسم التدقيق اسبوع ويراجع. نعم. اي هذا شطب. شطب يعني هو كاتب اسمي شطبه وكتب اسمي. اي مو هذا يعني القيد هذا يعتبر عندنا مخالفه. اي هذا معلق. ما طولك بشطب بالقيد. نعم. نعالج نتاكد من القيد اصولي يلا يروح. نعم. يروج المعامله. ها حجي تفضل. السلام عليكم. عندي رفع استيقاف من الموصل. اهلا وسهلا. انا حقيقه من جين هنا السيد عم يستقبلنا استقبال جيد. نعم. امانه مو لين قدام الاعلام. نعم. المعامله كانت جيده، ما بعرف بعد ما كملوا انطوني موعد، بانطوني بعد ما كملوا، قال لي شوف السيد العميد. هي نفس الحاله مال الاخ اللي سبقه. نعم. هم يعني لجان طالعه مدققه واكو اشكال بالقيد مالته، فيطلب تدقيق ورفع مطالعه للسيد المدير العام استحصال موافقته. نعم. برفع اشاره تجميد الموضوع على قيده. نعم. ان شاء الله. هاي احنا نريد نسالك. نعم. انجاز المعامله بالموصل، الاحوال مال الموصل شلون كانت هناك؟ والله قدام الاعلام انا هاي المعامله صار لي فوق 20 أو 25 ما رجع الموصل بالموصل. والله العزيز اهلي شفتوا الخطا هذا، ما ذنبنا احنا، ذنب جماعه النفوس. يعني هو بالنفوس من يخطا ما يصير يخاطب بريديا، المواطن جاي يتحمل مصاريف، اكو ناس ما تقدر تدفع له دينار. صح. احنا بالموصل نقف سره السبله ينفخ هواء حار علينا والهواء البارد على الموظفين جوا، ليش يعني المواطن ما يا دائره احوال بالضبط؟ دائره احوال الايسر والله ما اعرف دائره المكتوبين العامه ليش يعني؟ وين موقعها؟ الفيصليه. يعني هلا بالناس شويه معاملاتهم يا أهل الموصل، ناس تعبت وناس ضررت هذه، فشوي نساعدهم. بغداد يمكن المعاملة أسهل. والله حقيقة أنا وصلت بالتسعة. أي. تسعة وربع سلمت معاملتي. نعم. يعني شيء زين حيل، استغربت يعني مش هذا مو لي قدام إعلام. لا والله أمانك لا، الأمور فعلا منظمة يعني. نعم. إحنا نعم. ما شاء الله زين شهادة حيل. يعني زين حيل ما شاء الله. معنا نعم. إحنا نعالج معاملات العراق كليتها يعني. نعم. مو بس كل المحافظات. كل المحافظات العراق كل العراق دائرة واحدة. لا نعم كل العراق. شباك واحد موظفين به. نعم. يعني هو ما يقدر يخلي له شباكين السيد. نعم. المدير. إذا هاي ملاحظة طرحها المواطن، نتمنى المسؤول اليوم يعالج هاي النقاط بالمحافظات، يعني المحافظات ايش ما يكون عددهم أقل. أهلا وسهلا شرفت. عددهم أقل، نفوسهم أقل، الضغط على بغداد هنا دا يمشي. يعني شفنا دوائر إصدار البطاقة الموحدة العظمية، صورنا بيها، صورنا بعدة دوائر، المعاملات دا تنجز بسرعة، فليش المحافظات دا يصير بيها هذا الزخم وهذا يعني الروتين ويا المواطن؟ نكمل مع سيادة العميد. حدثنا اليوم عن الأقسام اللي عندك. بس عندنا قسم تدقيق السجلات، إذا تفضلون نشوفون مراجعين. نعم. هم بي. نعم. احنا هاي المديرية مالتنا تستقبل جميع المحافظات، مواطنين جميع المحافظات. نعم. من الشمال إلى الجنوب. نعم. تفضل.
هذا تدقيق قسم التدقيق. هذا قسم تدقيق السجلات. هذا أحد أقسام مديريتنا. يلا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني المراجعة مباشرة هنا عندك. نعم نعم. يعني ما عندنا شباك و. لا لا ما يكون المراجع داخل. يعني هذا أهم شيء حلو يعني اليوم. الجو حار وقاموا خلي مراجع من برا. هذا يعني فد إنجاز حلو إنه المواطن ده يدخل في ترتيب معين في سيرة معينة. يعتني بموضوع المخالفات القيدية المرتكبة بجميع دوائر الأحوال المدنية بالعراق. نعم. فهنا تجي المعاملة تدقق نشوفها مستوفية الشروط القانونية. نعم. وننطي بها إعاز ترويج المعاملة أو استيقافها لحين إزالة المخالفة. نعم. هاي أحد الأقسام. نعم. عندنا لجان تطلع من هاي القسم ندزهم حسب توجيهات معالي السيد وزير الداخلية والسيد الوكيل الأقدم الأستاذ حسين العوادي المحترم وبشراف اللواء رياض جندي الكعبي قوم بإرسال لجان لغرض تدقيق مخيمات النازحين والوقوف على مشاكل المواطنين بالاشتراك مع مديريات الأحوال المدنية لتلك المحافظات. الحلول وفق القانون ونساعد أغلب الأشخاص. سيادة العميد حدثت عن اللجان تطلع على المحافظات فقط لو عندنا تطلع في بغداد أيضاً على بغداد كل دوائر الأحوال المدنية من شمال العراق إلى جنوبه من ضمن الإقليم نطلع جولات تدقيقية. إذا عندك شيء تفضل. لا بالعكس أنا من جد من الصباح والمعاملة فقلت له إذا كملت المعاملة بسرعة أرجع لك أشكرك فأسد أشكر السيد العميد. اذا نشوف قسم اخر راح ناخذ فاصل ونرجع نشوف الاقسام المتبقيه في هذه الدائره خليكم ويانا. والله قابل السياره بجره 150. خاله منين انت جايه؟ من كرب. زين وعندي هاي المعامله مالت بنتي فيها ضباره مالتها يعني مو صحيح المواليد مالتها. نعم. جبتها من الشهر وديتها على سامرة قالوا بيها غلط رديها على بغداد. رديت جبتها عليكم هالساعة هنا والله وجيتي من الصبح. تسلم حياتي. مخالفة قيدية شنو المعنى بها يعني؟ يعني مثلا اكو شطب بالاسم، غلط بالتولد، غلط باسم الاب، غلط باللقب، هاي المخالفة. غلط لا والله بالمواليد مالتها ابوها الله يرحمه مسجلين توم. وصاير بيناتهم 5 أشهر يعني غلط قالوا لي. نعم. أنا بلغ مدير قسم التدقيق هسه يطبع على الكتاب ويسلم إياه أنا وترجع الكرتون. هسه فورا. تسلم يا حبيبي. هاي الناس جاية من المحافظات يعني مسافات طويلة فدائما مساعدتهم مهمة. السلام عليكم. اليوم؟ والله هاي احنا من الموصل هاي رابع مرة أجي يعني. نعم. المفروض هي استيقاف قيود، احنا ما نعرف حتى على ايش متوقفة. نعم. فإذا اكو استيقاف قيود ليش ما تصير من المحافظة؟ يعني ليش يقول لك أخذ معاملتك وروح البغداد. تظل تضرب تاكسيات وطريق ومصاريف. زين تجي يعني ليش ما يتم إنجاز التصحيحات مثلا عندكم أحد هناك موجود أو فالطريقة أغلب المعاملات خاصة الاستيقاف تستوجب موافقة السيد المدير العام. فما عنده صلاحية مدير محافظة يرفع استيقاف إلا يرفعنا إياها ندققها ونرفعها للسيد المدير العام إذا مستوفي الشروط القانونية نزيل الاستيقاف. إذا إحنا نقدر نقترح اليوم إنه سيد المدير العام أو السيد اللواء رياض إنه نسهل هاي نخلي فد حلقة جديدة تكون بالمحافظات إنجاز لمثل هذا النوع يعني المعاملات. نتمنى إنه يعني إذا أكو إمكانية طبعًا إحنا ما نعرف بشغلكم مثل ما أنتوا بمحددات عديدة بممكن حتى لو نوقع بأخطاء أخرى لكن إذا أكو إمكانية هاي الناس فعلًا ده تيجي من المحافظات تقطع كيلومترات. تضطر يمكن تبات ببغداد اليوم لازم تبات وتتحمل عناء الطريق يعني مصاريف انت تجي تطلع الفجر ما تصل انت فإذا اكو امكانيه انه يتم انجاز مثل هاي المعاملات في محافظاتهم يعني هاي الناس كلها راح تكون مشكوره لكم لتسهلوها مثل ما اليوم ابن بغداد من يطلع بصراحه بنص نهار دا يخلص جواز بنص نهار دا يخلص هويه احوال او تصحيح قيد. هذا شيء انجاز حلو يذكر لوزاره الداخليه بكل مؤسساتها فنتمنى أن نساعد الناس أهل المحافظات إذا أكو إمكانية طبعاً. شكراً لك. شكراً. سيادة العميد شنو القسم الآخر اللي عندكم؟ سعدنا قسم الواقعات اللي هو بالطابق الأول. نعم. هذا قسم الواقعات يختص. يختص بإصدار قرارات
تبديل الأسماء والألقاب. نعم. وإجراء التصحيحات عليها. نعم. كذلك إصدار القرارات الإدارية. نعم. اللي تتضمن وجود أخطاء. بأي حق من حقول القيد المواطن. مثلاً أكو خطأ باسم الأب أو الجد أو اللقب. خطأ وين يكون؟ بمعاملة؟ بجنسية؟ الخطأ يصير بالسجل. بالسجل نفسه. فيقدم لنا المواطن مستمسك رسمي. نعم. كقيد 47 أو 34 يثبت الشيء الأساسي والصحيح. الأساسي والصحيح وعرضه ويصدق قرار إداري بالتصحيح. نعم. هذا هو قسم الواقعة. ها حج الله يساعدك. شلونك حجي؟ شلون الصحة؟ ايش محتاج أمورك؟ سلامتك. ماشي المعاملة إن شاء الله؟ أي شيء تحتاج السيد المدير هنا موجود. الله عليك. ماشي الأمور. ماشي. يعني اتمنى دائما نسمع احنا من الناس انه اكو ايجابيه في التعامل، وهذا بصراحه يفرحنا اليوم انه نكون قريبين من المواطن وقريبين ايضا من انجاز معاملته، ونتاكد انه الامور بتمشي بشكل صحيح. هذا هو قسم الواقعات. يعني ايضا نفس الترتيب، مراجعين يدخلون وتنجز معاملاتهم. نعم. تشرفنا سياده العميد. شلون الصحه؟ الله يسلمك. الله يعينكم على التعب هذا. شغلكم يحتاج لواحد يكون صدق هيك قاعد الصبح مرتاح مو؟ لا، هو احنا في خدمه المواطن يعني، وهذا واجبنا. يعني موضوع التركيز بالضبط هو لازم تطبيق. خطا ما مقبول اكيد مو؟ لا ما عندنا خطا ان شاء الله، لان احنا مديريه يعني قمه الهرم لدوائر الاحوال المدنيه. نعم. فتجينا المعاملات تقريبا كاملة المستمسكات اللي احنا علينا ندققها ونكمل الاجراءات الباقية اللي هي نصدر القرار، مثلا قسمنا يصدر القرار الاداري بالتبديل الالقاب والاسماء. نعم. ومعالجة المخالفات. هذه سيادة العميد اليوم هذه اعدادها كبيرة الاخطاء اللي تجيكم، يعني بمعدل اخطاء وارده كثير لو انه شيء بسيط؟ هي معدل يوميه تقريبا بحدود ال 20 معامله 15 معامله. نعم. وانت نعالج يعني طبعا من كل المحافظات. من كل المحافظات احنا اللي نستقبل من كل دوائر الاحوال المدنيه بالعراق. نعم. وكلها كامله. نتمنى التوفيق لكم بصراحه. آه، وعملكم متعب ويحتاج لتركيز، فشكرا لكم وتعبكم هذا. حجي شلونك؟ الله يعافيك. الله يعزك. الحمد لله. بغداد محافظات؟ لا محافظات. تشرف منين؟ من بعقوبه. كل الهلا. شو عندكم اليوم؟ شو والله عندي مال تصحيح لقب هنا من سياده العميد، يعني الرجل والله رحب بينا وما قصر يعني. يعني هاي المعامله ايش قصر لك تشتغل بها؟ والله المعامله انا هناك اشتغل بها، كملتها من هناك وجيت هسه قبل ربع ساعه جيت من سياده العميد. بما انه بعدك ما خلصت هنا شغل، احكي لي بدياله شلون الاستقبال وشلون العمل بالمعامله، يعني انجاز سريع لو اكو روتين؟ والله استاذ الحقيقه يعني احنا حتى ما نخفي عن اذا نخفي عليك عن الله ما نخفي يعني. نعم. الحقيقه الروتين موجود. ايه. احوال دائره احوال والله مو بس الاحوال، وانما هو اذا احكي لك على المحافظه عامه يعني. ايه. الروتين موجود. ايه. فاحنا ان شاء الله نتامل الخير يعني ان شاء الله بجهودكم و يعني ورضى الله سبحانه وتعالى. احنا بعد هذه الحلقه ان شاء الله يعني راح نتوجه بها الى مدير الجنسيه العام، يعني هذه شوية نريد تعاون أكثر ويا المواطن في دوائرنا بالمحافظات. بغداد ممتاز العمل في كل مفاصلكم، شفنا بالجوازات بموضوع إصدار البطاقة الموحدة، وحتى في دوائر المرور احنا سجلنا حلقات كلها كانت الإنجاز حلو والناس تشيد به. اليوم بنشوف المحافظات يمكن ما أعرف عليهم ضغط، أكو أسباب أن الروتين موجود، نتمنى شوية نعاون المواطن. تفضل. ما شاء الله. والله أنا عندي فقير لك. هاي هوايك شو؟ اي عندي انا 45 معامل كملت 15 17. هاي مع العائله كلها؟ نعم. اها. وهسه ذني 18 اشتغلوا هون بروح طيبه وتعامل حلو. ايش صار لك بهاي ال والله ما هنا ما تاخرت. لا في انبار ها؟ نعم. ما تاخرت هنا، انا شغل حلو ونظام ماشي. وصادر القرار كان مستر عزيز. سيادة العميد لازم تراعوه بالجملة هذا. إيه إن شاء الله. خلي لي على المكتب أسوق عليها. صار عزيز. نعم. صار سيدي. إحنا همنا ما يعني ما رحنا. راجه الطيب وتعامل حلو وما لقينا منهم إلا الطيب. نعم. والأنبار شلون الأمور؟ والأنبار ورد. يعني هم تسهلت. إي نعم إي نعم والله جهود حلوة. والله بنسمع أخبار حلوة عن دوائر الأنبار أيضا. حلوة. وسيد العميد والكل موجودين ما بهم قصور، والأخ العزيز سيد العميد. عفوا عندك اسمه. نعم. بس والله تعامل حلو وروح رياضيه من قولاتهم. نعم.
وما شفنا شيء منهم شيء اللي يزعل. هو بالنهايه واجبهم واكيد يقدمون مساعده للناس. انا من جيت من الانبار من هناك قلت اشوف صعوبه هنا، بس لا بالله هنا انا اروح من الانبار. نعم هنا بغداد يعني لقيت تسهيل اروح ما لقيته بالانبار. نعم وهذا كل الناس الحمد لله. الحمد لله. اذا هذه هي الوقوعات، مكتب الوقوعات. ها حجي شلونك؟ الله يسلمك. نشوف ايش عنده الحجي بعد. قول. عندي ما قصروا يا جماعه. نعم. الحمد لله. تغيير شنو لقب؟ تغيير لقب. زين. من بغداد لو؟ لا من السماول. بغداد. من السماول. احكي لي احنا هنا أنا شفت الاجراءات شلون؟ والله الحمد لله جماعة قصروا. ما شاء الله. السماول شلون؟ والسماول هم قصروا. هم ماشي الامور على حسب الاصول. حلو. الحمد لله. ايش قد هاي المعامله صار لك فيها؟ والله صار لي ساعه الا ربع. لا لا اقصد بصوره عامه من بلشت انه تشتغل بتغيير اللقب. مو انا عندي دوام ومراجعات تقريبا 3 أسابيع 4. اها يعني على كيفك. اي على انا على كيفي. نعم. صراحة حقيقة على الكيس. ويعني قصدي انه هاي اول مراجعة لك ببغداد؟ لا خلاص انتهت خلاص. اعطونا القرار وراجع. ممتاز. الله يسلمك. يعني. الله يسلمك. نعم. الله يسلمك. بس التنفيذ 10 أيام راجع السماوة. نعم نعم. شكرا لك. لا شكرا. نتمنى نسمع دائما الاراء الايجابية. الجماعة ما قصروا والله. طبعا هذه سيادة العميد هنا أنا يمكن سؤال يجي ببالنا انه هذه المعاملات الورقية ايش وقت احنا نغادرها؟ يعني ايش وقت نعتمد على البطاقه الوطنيه اللي هي تكون خاليه كليا من الاخبار؟ والله انت تعرف عمليه التحول من العمل الورقي للالكتروني. نعم. عمليه مو سهله يعني. طبعا. واحنا بدنا نبذل كل الجهود لغرض تحويل عملنا من العمل الورقي. نعم. الى العمل الالكتروني. ومديريتنا بالذات يعني هي اهم شيء تقوم تدقيق ولا يعلم وتتحمل العمل من الورقي الى الالكتروني. يمكن هي اغلب الاخطاء اللي تجيكم اذا بالقيود او هو الشغل السابق يعني الشغل القديم اللي على. نعم. الهويه القديمه اللي مكتوبه بخط الايد. مشكله باللقب، مشكله بالمواليد، اغلبها يمكن بسبب خط الايد يعني. هي ظهرت هاي الحالات الاخطاء. قبل كان عمل ورقي، امين السجل المدني يتغاضى او ما يريد يرجع المراجع حتى يشوف به خطا يصلح من يمه ويمشي لها. بس هسه النظام الالكتروني من تدخل به المعلومات لازم مضبوطه 100% يعني مطابقه وقانونيه. يلا تدخل اي مخالفه اي رقم نقطه ترجع المعامله شطب الى ان يتم التدقيق اعطاء قرار مناسب بالموضوع يلا تروج المعامله. ممتاز. اذا هذه هي الاجراءات هنا. بدنا نشوف الناس يعني مراجعين مرتاحين لحد الان. ما شفنا اي يعني ملاحظه. تحدثوا عن المحافظات فقط. فراح نتحول الى قسم اخر. خليكم ويانا. وصلنا الى هذا القسم، هو قسم ترجمه الوثائق، يعني السجلات الاساسيه. السجلات الاساسيه اللي من ضمنها شعبه الترجمه. فاحنا اليوم بدنا نشوف ايضا هنا يعني هاي القصه شويه بها زخم. خلينا نشوف الناس ايش عندها. ايش عندك خالد؟ انا عندي صوره قيد لبنتي. نعم. وكملتها منك وجيت هنا دا ترجمها. وهي مو قاصر. نعم. عمرها 21 سنة. نعم. ويردون له وكالة. وكالة. شنو سبب سيادة العميد؟ يعني هي والدتها بالخارجية. كل مواطن بالخارج لازم يعني حسب تعليماتنا. نعم. الصادرة من الوزارة يعني تقديم وكالة. مصدقة من قبل السفارة العراقية بالبلد اللي موجود به مع شهادة حياة كإثبات شخصية له ونصدر له. هي صورة قيد. صورة قيد مترجمة، مترجمة باللغة الإنجليزية وهاي معتمدة بكل دول العالم. زين احنا هذا الإجراء يعني هي مثلا ما راح تقدر تجي، ممكن تدز وكالة، لكن لسهولة هي والدتها موجودة يعني. اي مو هي من هي متزوجة؟ شنو الحالة الزوجية مالتها؟ معتمد الشهرين سويت لأختها نفس المعاملة بدون وكالة. هو هسه بس تليفون ما عندنا في هي مبالغة. هي عمرها يعني مواليد 2000 عمرها 21 سنة. يعني هذا موضوع ترجمة ال. هذا موضوع حساس وهاي صورة القيد تستخدم جميع دول العالم بعد تصديقه. فلازم ندقق بشكل صحيح. يلا نصدر صورة القيد الإلكترونية الترجمة. نعم نعم. احنا راح نشوف ايضا هنا الناس. يمكن اكو ناس خلصوا معاملاتهم. شلونك استاذ؟ سلام. ترجمة عندك؟
ترجمة خلصت إن شاء الله؟ لا والله استني الأستاذ يعني ساعدني وقال لي تعال هنا رأساً والأمور طيبة و... يعني كملت كملوا الترجمة كملت لا لا بعدني حد أستاذ هسه دا أبدي بيه بس ما بقص السيد يلا تفضل خلينا نشوف إجراءات سيادة العقيد خلينا نسألك تسلسل موضوع الترجمة عندك يعني تسلسل المعاملة يعني شلون مثلا تسلسل المعامله؟ المواطن هسه اول ما دخلت يقول انا هاي اول مره ادخل نعم فهاي بدايتها بعدين وين تتحول؟ تتحول للتدقيق من التدقيق بعدها للطباعه اي يعني يدفع حسابات وبعدها للطباعه من تجي من الطباعه ارجع ادققها مره ثانيه خاف اكو معلومه خطا وبعدها اختمها وتصدر وتنتهي المعامله اكو عندكم محددات بالعمل يعني انه مثلا مثل ما شفنا هسه الوكاله او محددات العمل احنا حسب القانون والتعليمات الاحوال المدنيه اذا كانت مطلقه اذا كانت مطلقه مو من حقها تطلع مثل الاخت هسه اللي نعم تكلمت على معاملتها ماكو مو من حقها تيجي تراجع باولادها الا اذا كانت عندها حجه وصايه او قيمومه عليهم اذا كانت خارج العراق هاي بالنسبه للقصر بالنسبه للبالغين لازم وكاله وشهاده حياه البالغين خارج مضبوط اي مثلا اذا هنا قاصر مثلا هو القاصر قيمومه نعم يعني حجه وصايه وقيمومه نعم اي من الشخص اللي عنده حجه وصايه عليه وقيمومه على ضوء نحدد يعني هذا في موضوع الترجمه فقط في موضوع الترجمه اي طيب ما هو اصلا يعني صوره القيد صدرت وهي صحيحه صادره من دائره يعني ايضا تابعه لكم فانتم فقط تترجمون يعني تكون هاي الامور مدققه سابقا مو تمام يعني احتمال يصير خلل عده بالدائره الفرعيه اي فتخلل معين تدققون مره مو شرط يعني تكون المعامله يعني من تجينا مستوفيه للشروط كامله فلازم ادققها اني يعني مثلا البارحه مرت علي معامله يعني شخص متوفي وما نحي صوره لغرض ترجمه وهي الترجمه تنمنح بس للاشخاص اللي على قيد الحياه اي وقفتها يمي من اتصلت باب الدارة قال زخم علينا ومدى اللحق فيعني شوية صاير عنده خلل بالتدقيق نعم. إذن أكو إجراءات ومحددات يعني بعض منها أمنية يمكن تخص عملهم لذلك يعني هذه هي الإجراءات هنا أنه حجة وصاية يكون على القاصرين أو يكون أكو وكالة وشهادة حياة بالنسبة للي بالخارج راح نستمر سيادة العميد شكرا لك سيادة العقيد شكرا راح نستمر في هذه الدائرة ونشوف الإجراءات في باقي الأقسام هنا أنا هذا مدير قسم القيود القديمة حتى نفهم شنو موضوع القيود القديمة يمكن السيد العميد اللي تحدث لنا قبل قليل هذا شنو موضوع قسم القيود القديمة يحتوي على سجلات تعداد عام 47 و34 اللي جرت لجميع المواطنين العراقيين في حين يعني احنا لا نزال معتمدين على هذه التعداد هذا التعداد اللي حاليا متوقف العمل به نعم. بس نستفاد من عنده بالرجوع اليه في حاله وجود اي خطا قيد المواطن نعم. مثلا قيد باللقب نعم. لقب الشكل والمواطن يقول هذا خطا لقب اساس احنا نرجع ضمن القانون الاعتماد على هذه السجلات واجراء تصحيحات القيديه اي مخالفه قيديه بالقيد نقدر نعالجها ونصلحها على سجلات 47 او 34 كذلك المحاكم تطالبنا يكون يعني ناس متوفيه قبل تعداد 57 مسجله فقط السجلات 47 و34 بنزود هاي المحاكم ذني القيود بالمسائل الارثيه يعني بنصدر قسام شرعي تشمل الموجود سجلات 57 واللي مسجل 47 و34 يعني هذه فعلا الامور مال الارث والاشخاص الكبار بالعمر تصير بها عده اشكالات فهذا التدقيق هو بالنهايه لضمان حقوق كل الناس يعني لضمان حقوق الورثه اليوم يمكن لضمان عدم حدوث تزوير يعني حتى تمشي الامور صح دا يقولون دا نرجع الى سجلات 34 و 47 57 يعني هذه كلها احنا كارشيف موجوده يعتبر حتى ارث حضاري للعراق لانه من اول تعداد من عام 1934 ولحد الان احنا محتفظين بكل سجلاته بكل مناطقه الامور المناطقيه يعني نوبات المواطن ما عندنا دفتر نفوذ نساله وين جنس ساكن وين جنس كذا في حين حتى نساعده في سبيل العثور على قيده حتى نسهل امره زين انا هنا سؤال يمكن حتى المشاهد يمكن يساله
انه مثلا 34 47 57 هذني انتم حولتوهم الكتروني؟ نعم على شكل هاردات واحتفظنا بالنسخ الاصليه مال السجلات في اماكن امينه وبعيدا عن التلف وبعيدا عن الكذا لتبقى حتى تبقى ارث لهالبلد هذا يستفاد من عنده يعني اللي مسجلين هذا يعني. اي نعم اي نعم يعني هاي الامور نرجع لها يعني في كل الامور الارثيه نرجع الملكيه لاثبات الجنسيه يعني هالامور هاي. يعني فعلا هذا مجهود مو سهل انه يتم التعامل مع تاريخ عوائل وتاريخ معامله الكترونيه بدون سجل. هاي الحاسبه الالكترونيه على شكل اقراص وعلى شكل سيديات وهاردات واكثر من نسخه في ضمان عدم فقدانها او تلفها وصيانه عليها بشكل دوري يعني. شكرا لك استاذ عمي. اذا هذه هي صوره يعني على الحاسبه بعد ما نزلوها من ورقي واعتمدوها. هذا العمل شو وقت تم يعني مثلا تحولت تقريبا؟ هذا العمل من بدايه الثمانينات كان على شكل مايكرو فيلم. نعم. المايكرو فيلم تعرض للتلف بعض جزء من عنده تعرض للتلف باثناء الحرب الاولى. نعم. والحرب الثانيه. نعم. فبعدها صارت توجيهات الساده المدراء العامين السابقين والسيد المدير العام الحالي اللواء رياض الكعبي. نعم. وبشراف من الوزاره وتعميم من الوزاره انه الاهتمام بهذا الموضوع كونه ارث العراق. فصار التصوير عندنا بشكل حديث على شكل هاردات يعني اكو كم استمر الوقت اقصد يعني وارشيف والله هي اي إيه نعم مع العلم انه تجربه 57 بنفس الحاله تجربه 57 يعتبر تقريبا حدود 49000 تجربه كسور كل سجل نعم 200 صحيفه وكل صحيفه بها 16 قيد فتعرف هذا عمل مضني بالاضافه الى 47 وال 34 وتم التعامل وياه وتحسين الجوده وتلوين اي نعم وصيانه السجلات التالفه في سبيل انه متابعه مستمره من قبل المسؤولين من قبل احنا بشكل مباشر. استمر عمليه تصوير السجلات القديمه 3 سنوات. نعم يلا انجزنا العمل بها ياخذوها كصوره فوتو يمكن فوتو اي نعم. ارشف بالكاميرا وارشف وتحفظ بهاردات والعده نسخ نحافظ عليها. اذا يعني فعلا هذا عمل الاصليه محفوظه باماكن امنه. نعم اذا هذا فعلا عمل احنا يمكن ما نعرف به او نعتبره شيء عادي بس تخيلوا مثل ما قال 49000 سجل يعني عدد كبير كل بس 57 كل نفوس العراق اليوم موجودين على حاسبات وتم تطوير العمل. هذا بصراحة شيء يذكر. يعني احنا نعرف انه بالعالم يمكن اكو تطور تكنولوجي اكثر من العراق لكن على الظروف اللي يمر به البلد احنا نعتبر هذا يعني انجاز ايجابي وطيب بالنهاية يساعد عملهم ويساعد المواطن بسرعة الانجاز. يعني يمكن المعاملة اليوم لو كانت على الورقي المواطن اللي شفناه جاي من الانبار لو من السماء ويمكن كان اخذ وقت اكثر بس تسهلت الامور. اذا خليكم ويانا نكمل في الدائرة ونشوف باقي الاقسام. نشوف الحج اليوم مش عنده. أهلا وسهلا بكم. نعم. بالرحب والسعة. نعم. لنشوفكم قضايا الناس اللي متألمة بها. نعم. بالنسبة لي أنا يعني عربي أصيل. نعم. محمداوي. نعم. مال خميس. نعم. سبب سحبوا جناسينا عندنا هو السبب أنه خالي يصير ابن خالته يعني أمي ابن خالته ابن فاضل الجمالي. نعم. اللي كان وزير خارجية المملكة ورئيس وزراء. نعم. فمن أخذوا خالي عسكرية قال له أنا ما أريد أصير عسكرية. زين قال روح قول لهم أنا تبعية. وين أنت بيتكم وين هذا راح على بيتنا بيت أهلي. نعم. أنت عندكم الهويات الملكية كانت. إيه عمري اسمعني يعني. إحنا أصلا 34 جناسي مال 34 الأصلية عثمان شايف. بس أنا دا أكملك القضية شلون. فخالي ابن خالته قال له روح قول لهم أنا تبعية فراح. إيه وين ساكن؟ ساكن بيت أختي. بيت أختك وين؟ بالكاظمية. الجوي إيش عندكم جناسي؟ شايف أنتم تبعية ولا هذا إحنا لا عثمانية. قال لا تبعية بيقول أنا تبعية. فأخذوا الجناسي مالتنا. فهسه احنا بدنا نعاود على ارجاعها شايف؟ بدنا نعاود وهذه ما شاء الله ما مقصرين الشباب يعني متابعين هالشيء بعد شلون بديت المعامله تسلسلها منين بديت بالمعامله؟ منين بديت بالمعامله؟ انا متابع المعامله اقصد منين بديت بيها تسلسل المعامله؟ كيف يعني منين اجت؟ منين بديت؟ يعني منين بديت بالمعامله؟ من بديت من هاي الدائره اللي هو من دائره احوال النفوس من الجنسيه من السنك. نعم
نعم شايف، لأن قبل 10 سنين اجينا احنا شفنا بالسجل القديم احنا تبعية، وبعد ما صار التحقيق ويانا على انه تبعية، انا ب 62 قدمت على الشهادة الجنسية. نعم. فقالوا انت تبعية، قلت لهم لا مو تبعية، قالوا تبعية، فانا افضل انه يشفروني لو ابقى على التبعية انت كرأي. نعم. فافضل ان ابقى بلدي وما اطلع برا. هذه اجت الفرصه انه انا عند لقائكم الكريم سيكون النتيجه افضل ان شاء الله. شكرا ممنونين. هاي الحالات يمكن هواي عندنا هيك حالات شويه بها مشاكل، بها امور صعبه. والله بالنسبه لي يعني الحج ما شايف معاملته. نعم. بس جاينا يعني بعد ما انعرضت عليه. نعم. بس احنا صوره عامه يعني. صوره عامه ندقق على هيك مواضيع. نعم. شوف مستوفي للشروط القانونيه نرفع التجميد او الترقين من قيده واعتباره عراقي. نعم. لان اكو ناس ترقنت قيودهم بالسابق بشكل ظالم. نعم. ومش حب بحقهم. نعم. وهذا يمكن انتم اليوم تعيدون يعني الجنسيه العراقيه لكل من لكل عراقي لكل عراقي تم اضطهاده بالنظام السابق ونشوفه مضطهد واموره قانونيه الرجال الجنسيه. نعم. زين، هذه اكو اعداد كبيره اليوم يعني عندنا اعداد كبيره من هالمعاملات تم معالجه يعني نسبه 80% من هاي الحالات. نعم. اكثر من 80% قليله يعني بوقت هيك حالات. نعم. من يراجعنا المواطن تنجز يعني ما تطول معاكم معاملات بنفس الوقت لان عندنا تعليمات سابقه. كل واحد وضعت اشاره ترقين او تجميد على قيده. نعم. زمن النظام البائد في أعوام الثمانينات يتم رفع هذه الإشارة أينما وجدت فورا. نعم. ويتم منح الجنسية والشهادة العراقية. زين. احنا نلاحظ يمكن المعاملات تنجز عندكم برسوم. أنا شفت هذه القطعة. محمد أخذ لي هذه الرسوم. هذه هي رسوم الحكومية بموجب صكوك يعني بموجب وصل قانون هاي وتسلم. نعم. يسلم وصل رسمي للمواطن. نعم. باستيفاء. خلينا ننطي فكره للمشاهد اليوم شنو هي هذه الاستماره وايش قد المبلغ لكل معامله. يعني استماره مثلا الترجمه النسخه. نعم. مالتها الوحده ب 2000 دينار. نعم. وصل حساب 2000 دينار. نعم. استماره قيد 47 500 دينار. نعم. استمارة القرار الإداري 500 دينار، استمارة قيد 57 يعني أسعار مو غالية 250، لا مو بهذا المبلغ، وصل مطابقة يعني. آخر شيء هذا 10,000 يمكن أغلى شيء. أي نعم. زين، نعم. هذه الاستمارات هي موجودة عندكم بالداخل فقط، يعني ماكو بالمكتبات برا. لا لا هاي تنطبع عندنا من قبل مطبعة الشرطة. فيها سيريال نمبر ومحدد. نعم نعم، نسخ أصلية وما تتصور. نعم. اذا يعني هاي انجاز المعاملات هنا حتى الرسوم يعني احنا نشوفها الرسوم هي مقنعه يعني اكثر شيء 10,000 دينار وصل مطابقه البقيه 500 دينار و 2000 دينار الحقيقه يعني نعم. تعريفيه للمواطن. نعم. اشرح له تفاصيل المعامله صوت القيد المترجمه. محمد اخذ لي ايضا هذه القطعه حتى ايضا المشاهد اليوم يحضر اموره قبل لا يراجع الدائره اللي يقراها. نعم. ويشيكها ويحضر جميع المستمسكات. نعم. المذكورة بالتعليمات. هذه بالنسبة لإصدار صورة القيد المترجمة. صورة قيد المترجمة. اليوم كنا بها كنا بالمكتب قبل قليل وتحدثونا عن تفاصيل عملها. إذا احنا من مديرية شؤون الأحوال المدنية اليوم شفنا معاملات الناس وشفنا أيضا يعني سرعة الإنجاز. الناس صراحة أشادوا يعني المواطن اليوم أشاد بي إنجاز معاملاته يعني معاملاتهم بسرعة. المحافظات أشاروا إلى مراجعين ترى كل المحافظات وهسه الساعة 11:10 وتباوع القاعة إن شاء الله إنجاز يعني. جميع المعاملات يمكن الناس تحدثت عن ملاحظات عندها في المحافظات نتمنى إنه نلقي لهم حلول شوية نسهل أمرهم. دا لاحظ أيضا يعني بما إنه إحنا في هاي الدائرة أيضا دا لاحظ الالتزام بموضوع الكمامات يعني الجهاز التحفير شغال لا زلتم يعني ضروري 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 حسب توجيهات الوزاره والمديريه العامه. نعم. وسلامه موظفينا وسلامه المواطن. نعم. لازم نلتزم بالكمامه يعني وبهاي المناسبه احنا همنا نحب نحث المواطن اليوم على موضوع اخذ اللقاح لان انت لا سمح الله اذا يعني حامل للفيروس وراجعت مثل هاي الدائره
ممكن تنتقل العدوى بفعل تواجد عدد من الناس، كل يكون يعني عوائلنا الله يحفظكم، وعندنا اطفال وعندنا كبار بالعمر، نتمنى انه يصير التزام اكثر بالكمامه في دوائرنا الحكوميه في اماكن التجمعات، بالاضافه الى موضوع اللقاح وضروره اخذه. احنا نشكرك سياده العميد واخذنا من وقتك اليوم، ويمكن من وقت المواطن هم شويه اللي تاخرت معاملته لان انت ويانا، فنقلنا الصوره مثل ما هي وتعرفنا على انجاز المعامله. شكرا سياده العميد. اذا كانت هاي حلقتنا من مديريه شؤون الاحوال المدنيه، طلعنا على كل هاي التفاصيل وشفنا اشاده بهذه الدائره. انتظرونا في حلقه قادمه من بلا عنوان. الى اللقاء.